السلام عليكم، غادي نكملوا لي فيديو ديالنا. وصلنا للنقطة ديال شونجي لي تيم دان كلاسور. الو، غادي نرجعوا للكلاسور ديالنا. بغينا نموديفيو لو تيم ديال هاد الكلاسور، سافو دير لابارونس ديالو، يعني الزواق، المظهر ديالو، اللون ديالو. الو، باش ندير هاد العملية تمشي لونجلي ميزون باج، ابخي كنمشي لتيم، سي بيان، وكنختار من هنايا التيم اللي انا عجبني. الو، عندي هنايا واحد لونسومبل ديال لي تيم، نختار منه انا اللي عجبني. تلاحظ هنا فاش نغير تيم، فانا كنغير اللون، وكنغير النوع ديال الخط بوليس، وكنغير حتى النوع ديال لي زيفي. الوغ نختار انا لو تيم اللي انا لقيتو مزيان ليا، فرضا هذا مثلا، نقول عليه كليك. فانا فاش نغير تيم، فانا كنغير لو تيم في لو كلاسور ديالي. الوغ ابخي مثلا ما عجبنيش مثلا هذا اللون، فانا عندي واحد الجو دو فاريون هنا ديال لي كولور. الوغ نختار كولور اللي انا ارتحيت ليه، اللي بغيت انا نخدم به، سي بيان. الوغ عندي هنا مجموعه ديال الالوان، نختار منهم انا اللي بغيت. ابخي عندي هنا كذلك تا لي زيفي، او كان عندي دي فورم في وسط كلاسور ديالي، يمكن نغير لهم تا لي زيفي ديالهم. الوغ كلشي كاين عندي هنايا في ميزون باج جروب تيم. الوغ هنا تنغير لو تيم ديال الكلاسور ديالي. الوغ النقطة الموالية هي موديفيكاسيون دو لا ميزون باج. باش انني ندير موديفيكاسيون دو لا ميزون باج، كنمشي لأونجلي ميزون باج، ابخي كنمشي جروب ميزون باج. الوغ أول حاجة عندنا هي مارج. مارج هما الهوامش ديال الصفحة ديالي، يعني اللي غادي نطبع، واش غادي نخليه هامش على الحد ديال الصفحة، ولا غادي نطبع يكون لامبريسيون على قد الباج ديالي. باغ ديفو عندنا مارج نورمال، عندنا مارج لارج، ولا مارج اتخوات. الوغ نختار انا اللي بغيت من هادو، سيبوزو مثلا بغيت انا هذا. الوغ لاحظوا معايا زادني هنا واحد الخط متقطع، صافو دير كوا، بان هادشي هذا اللي هنا هو اللي غادي تطبع في الصفحة الاولى، اما هادشي اللي بقى هنا غادي تطبع في الصفحه الثانيه، لانني صغرت المارج، سي بيان. اولا نختار ليه مثلا مارج اتخوات. لاحظوا معايا فين نطق هذا الخط المتقطع، يعني زيد صغرت المارج وزاد كبر عندي الحجم ديال الصفحه ديالي. الوغ نخليو حنايا مارج نورمال. ابخي عندي اورينتاسيون، يعني الشكل ديال الباج اللي بغيت نطبع فيها انايا، واش بورتري يعني طويله، او لا بيزاج بالعرض، نختار انا اللي بغيت. رغم انني كنختار هنا دي فالور، فما يمكنش تبدل عندي شي حاجه هنا، لان هادشي هذا متعلق فقط بالامبريسيون. عندي كذلك لا تاي، باش من حجم ديال الباج اللي انا بغيت نطبع فيها. فعندنا دي تاي ديال لي باج كيتغيروا، ا4 ا3 ا5. الوغ تنحدد كذلك هنايا لا تاي ديال الباج اللي انا غادي نطبع فيها. زون دامبريسيون، يعني اشني هي لا زون اللي انا بغيت نطبع. الوغ نقدر نقول لي ديفينير ان زون دامبريسيون، نسيليكسيونيها مثلا بغيت نطبع انا غير هاد لابارتي، نقول لي ديفيني غين زون دامبريسيون، سافو دير بان هاد البلاصة هادي هي اللي انا بغيت نطبع. سينون نقول لي انيل، يعني الا كان عندي هنايا الكلاستور ديالي كبير بزاف وبغيت منه فقط واحد المعلومات هما اللي نطبع. اغيغ بلون، يمكن لي ندير واحد فوتو كوم اغيغ بلون، مثلا نقول مثلا اكسل مثلا 2013. اونتري ريشيرشو على شات صغيرة هنا ديال ليكسل باغ اكزومبل، مثلا هادي، ونقول لي انسيري. فوالا، تلاحظ بان ليماج اللي انا درت ليها انسيرسيون ولات عندي فوسط لاغيغ بلون، غير كبيرة بزاف. ما علينا، نكملو. نمشيو نديرو لها سوبريمي باش ما تبرصتناش. الوغ نصغر شوية الكلاسفور صافي. نمشيو نرجعو لنقطة أخرى، موديفيكاسيون دو لا ميزون باج. باقي لينا فيها هنايا، شفنا أغيغ بلون، شفنا هنايا، نشوفو هنا أمبخيمي لي تيتر. الوغ غادي نمشيو ناخدو واحد ليكزومبل. فرضا عندنا الجدول في هاد لافو، كيما تنشوفو هو كبير بزاف، سي بيان. الوغ انا هنايا غنمشي نقول لي ابيرسي امبريمي باش يعطيني لابيرسي افون امبريسيون. تلاحظ انا هنايا بان هاد لونتات هذا الاولاني، انا نحاول ندير لكم لي زوم،
هاد لونطيط هذا الفوقاني هنايا تيكون عندي فقط في الباج الاولى، ولكن فاش تنهبط للباج رقم جوج ما كنلقاهش عندي. الوغ تيكون عندي هو فقط في الباج الاولى، وبذلك صعيب انني نقرا التتمه ديال الدوكيمون عندي الا ما كانش عندي لونطيط كيتعاود في كل باج. مثلا جيت انا لهنا مثلا، اشنو هو هذا؟ واش لو نوم ولا هذا شنو هو لادريس ولا شنو؟ يعني صعيب عليا انني نقرا. سي بيان، الوغ انا هنا كنجي كنقول لي باش انه يعاود لي هذاك لونطيط، فانا كنمشي لميزون باج كنقول لي امبريمي لي تيتر، واحد العنوان طبعوا لي، مفهوم؟ الوغ نقول لي ليني اريبيتي اون، ونجي نسيليكسيوني فين هو. الوغ هو هذا، سي بيان. ابخي غنقول لي اوكي. دابا الا مشيت ضرب جلس لي ان بيرسي امبريمي، طلعت بانه عندي هنايا الكولون في الباج الاولى، الباج الثانيه تاعي عندي فيها هاد بليطو هاد لا لينيا ديالها، هاد لا لين درك ولات تتعاون عندي في كاع لي فو، وبذلك قدرت انني نعرف انا كاع المعطيات ديالي اللي كاينه الفوق. سي بيان. الوغ هذا كل ما يتعلق بميزون باج، يعني امور كامله هي متعلقه فقط بالامبريسيون. نرجعوا لي بوان ديالنا، موديفيكاسيون دو لا ميزون باج، انسيرسيون دون تيت اي دو بيي دو باج. الوغ نرجعوا لهنا، بغيت نانسيري واحد لون تيت ولا بيي دو باج. اون تيت و بيي دو باج هي واحد المعلومه اللي كتكون عندي الفوق وتتبقى تعاود عندي في كاع لي باج، باش انني كنطبع فيها مثلا حقوق الطبع ديالي انا. الوغ كنمشي لانجلي انسيرسيون، ابخي تمشي لتكست، كنلقى عندي اون تيت اي بيي دو باج، كنكليكي عليها، كنتقل من مود اديسيون اللي حنا كنا فيه قبيله، دروك هذه راه بحال مود امبريسيون، يعني اشنو غادي تطبع عندي. الوغ تنبدا ننتقل ما بين هاد جوج ديال لي كوموند، يا اما اتاندر لا بي دو باج، الوغ وليت تنكتب دروك انا هنا في لا بي دو باج، ولا اتاندر لونتيت دو باج، الوغ وليت تنكتب في لونتيت دو باج. باش انني نكتب في لونتيت دو باج عندي ثلاثة ديال لي شون نخدم فيهم كيف ما بغيت انا. مثلا نكتب مثلا هنايا كريم، مثلا موس، نقول لي مثلا موس اكسل 2013، سي بيان. مثلا هنايا سميت لو سيت ديالنا ولا جروب فيسبوك مثلا ديالنا موس نيملال. فوالا انا قدرت انني نعمر هاد لونتيت هذا. الو فاش تنخرج من هنا كليك في نامبورت كيل بلاص او لا من هنا نقدر نرجع للمود نورمال، كنلاحظ انا بان لونتيت ديالي ما كيبانش عندي انا هنايا، ولكن الا مشيت للفيشي وقلت لي امبريمي فوالا لونتي ديالي اللي انا كتبت هو كاين عندي كريم، وعندي موس اكسل موس نيملال مثلا. نمشي نرجع انسيري بي دو باج، انسيرسيون تكست اونتي تي بي دو باج، لكن هاد المره غادي نباسكيلي اتندر على بي دو باج. مثلا هنايا مثلا نكتب لي مثلا نيميرو دو باج، ونكتب مثلا سور نومبر دو باج، مثلا باش تبان عندي الصفحه الاولى من 10، الصفحه الثانيه من 10. مثلا هنايا نقول لي انسيري لا دات دوجوردوي مثلا، نقول لي هنا مثلا انسيري مثلا لو نوم ديال لو فيشي، سي بيان. الوغ رجع لو مود نورمال، فوالا نكليك هنا باش نخرج، رجع لو مود نورمال. كذلك هنا ما كيبان عندي والو، ولكن الا مشيت امبريمي فوالا انا عندي هنا لتحت نهبط فوالا اي قال لك باج 1 سور 3 لا دات دو جوردوي مثلا اي لو نون ديال هاد لو فيشي هذا. سي بيان. الوغ هادي هي امبريمي انسيرسيون دون تيت اي بي دو باج. انسيري فيليغران، الفيليغران هنايا في ليكسيل ماشي يوتيل بحال شكل الوورد، سي بيان، انما غادي نرجع مثلا هنايا انسيرسيون تكست اون تيت اي بي دو باج، لكن هاد المره هذه غادي نقول ليه بانني بغيت فاش نرجع للانسيرسيون نقول ليه بانني بغيت انسيري ايماج، نختار مثلا شي ايماج، مثلا نقول ليه مثلا اكسل، نبحثو على شي ايماج سيبوزون هادي مثلا، بغيت ناخدها في كونفيليغرام، نتناو واحد شويه تيليشارجو فوالا هي ليماج، غير هي لاطي ديالها شويه كبير، سي بيان.
Alors, on est là, j'ai l'air où tu es en tête de création. Oui, j'ai peine sélectionné les matchs. Je pense pas. Allez, on va chercher un ennemi sélectionné ou les matchs. Alors, monsieur Mouskil, à 0. Voilà, on a une mise en forme d'image. Ailleurs. Ou mise en forme d'image, quand vous voulez image, ou quand j'ai couleur, ou quand vous voulez une filigrane. كون كور يعني انا بغيت هاد ليماج تكون سو فورم دو فيليغان، نقدر نغير الاضاءه ديالها، الكونتراست ديالها، يعني الدقه ديالها. نقدر نغير هنا لي ديمونسيون اللي هما جاونا كبار بزاف. الوغ نقول لهم مثلا بغيت 10 في لاورتور و 10 سنتيمتر في لارجور. نقول لهم بار ديفو اوكي. فوالا هو صغرنا ليماج وردها على شكل اللي هي شفاف باهت، لانها فيليغرام سي بيان. الوغ الى خرجت انا من هنا ورجعت لو مود نورمال ديالنا، فوالا الفيليغرام ديالنا ما كيبانش، ولكن الى مشيت لفيشي امبريمي فوالا لو فيليغرام ديالنا راه كيبان، راه كاين بو لامبريسيون. الوغ اخر نقطه عندنا هي كونفيغيري لا فاليداسيون دي دوني. فاليداسيون دي دوني غادي ناخذ هذا المثال هذا اللي عندنا هنايا. عندنا هنا لي موا لي فوندور، لي تيب ديال لي فوندور، لي مونطون ديالهم. وهاد لي فوندور غادي يخدمو بكلكو فييكول، وعندهم باغ اكزومبل بلاص بريم، نقولو هنايا نومبر دو بلاص سي بيان. الوغ هاد لي فوندور غادي يديبلاصاو بواحد لي تيب ديال لي فييكول، عندهم واحد العدد محدد ديال لي بلاص لي هما غادي يمشيو بيهم سي بيان. الوغ الا صغرت انا هاد الكلاستر شي شويه، غادي نلقى عندي هنايا هما لي فييكول اللي غادي يمشيو بيهم، يا اما غيمشي بكاميون ولا كاميونيت ولا فواتير. وهنا عدد ديال المقاعد المسموح بها، عدد المقاعد محصور ما بين واحد و 10. الوغ شنو هي فاليداسيون دي دوني؟ فاليداسيون دي دوني هي لا سيلول ديالي اش من لي دوني غادي تهز. بار ديفو تلاحظ بان لا سيلول كتهز عندي انا لا سيلول، تقدر تاخذ ارقام او لا تقدر تاخذ حروف او لا تاخذ دي كاركتير سبيسيو كوم سا، يعني جميع انواع المعطيات تاخذهم تو. انايا غادي نجي لهنايا، غادي نسيليكسيوني هاد لي سيلول كاملين، وغادي نقول لهنايا دوني، وغادي نمشي فاليداسيون دي دوني اش من نوع ديال لي دوني اللي هما اوتوريزي يدخلوا هنا سي بيان. اوتوريزي لمن؟ واش بغيت نوتوريزي لي نومبر اونتي ولا لي ديسيمال ولا لي ليست ولا غير لي دات اللي نكتب تما ولا غير لي زو؟ اش من نوع ديال المعطيات بغيت نوتوريزي ليها؟ مثلا غنقول لي اوتوريزي ليست، بغيت نصايب واحد لا ليست، فاش غادي نقول لي سورس، فوالا شفتوها هي كاين عندنا هنايا سورس، غيقول لي فين هي لا ليست. غنمشي غادي نسيليكسيوني لي هاد لا ليست هادي اللي هنا، هاد ثلاثة ديال لي فالور درت لهم سيليكسيون، وغادي نرجع ها هو خداهم، غنقول له اوكي. الوغ انايا وليت دروك فارض على السيد اللي كيخدم على هاد الدوكيمون انه خاصو يختار، باش يكليكي تيبان عنده هنايا خاصو يختار وحده من هاد. مثلا الاني غيمشي بكاميون المره الاولى، المره الثانيه غادي يمشي بكاميون بيرتران، مثلا كاميونيت. الوغ وليت انا فارض على السيد انه خاصو يختار وحده من هاد لي زوبسيون انا اللي حاط ليها انا هنا سي بيان. الوغ هنايا اوتوريزينالي ليست سي بيان. الوغ نجيو ناخدو مثال هنا نومبر دو بلاص اوتوريزي سي بيان. الوغ كيما شفنا في المثال ديالنا، فاحنا عندنا هنايا الاعداد محصوره ما بين واحد و 10، ما عنديش حق انني نكتب شي عدد ديال المقاعد اكثر من هكا. الوغ انا كيفاش غادي ندير باش انني نجبر السيد ما يخطاش يكتب لي عدد ما بين هاد لا مارج ديها؟ تنسيليكسيوني هنا البلاج دو سيلول وكنمشي فاليداسيون دي دوني، فاليدي لي دوني. من هنا كنختار لي نومبر اونتي سي بيان، غيقول لي هنايا شكون هو اكبر عدد، اصغر عدد بليطو، لو مينيموم اصغر عدد عندنا هو واحد، وشكون هو اكبر عدد هو 10 سي بيان.
هنايا واحد الميساج اللي كنت يطلع عند لي تيليزاتور فاش يكون تيخدم، تبقى يفكروا ديما بانه خاصهم يتعداش داك العدد. مثلا نقول لي مثلا اتونسيون لو نومبر اي اونتر 1 اي 10. مثلا هنايا اليرت ديرور، فرضا ان هذا السيد ارتكب خطا وعطانا شي عدد مكبر من 10 وقل من صفر. نكتب ليه مثلا هنايا ايرور، نقول ليه ميرسي دونتري ان لو اون اون فالور اونتر ان اي اكس. هذا ها ميساج يطلع لي في حالة الخطأ، وهذا ها ميساج تبقى يبان لي ديما. الوغ نقول له هنا اوكي فوالا. الوغ شاك فوا انا كنكليك هنا اش يطلع عندي هنا اتونسيون لو نومبر اي اونتر 1 اي 2 1 اي 10. كتبت 2 مزيان قبلها، قبلت 4. الوغ شاك فوا كيفكرني باش انا ما نخطاش. سي بيان كتبت 10 مرحبا، افترض راسي انني خطأت ونكتب لي 15 اونتري او عطاني ايرور لان كتبت قبيله ميرسي دونتري اون فالور اونتر 1 اي 10. غيسيي نكتب مثلا 8 اونتري فوالا او قبلها. الوغ هذه كانت عندنا هي اخر بارتي اللي سميتها كونفيغيغي لا فاليداسيون دي دوني، وتتالي هنا نحبسوا الفيديو ديالنا.